ونبتدي منين الحكاية؟ نبتديها من شهر إبريل سنة 1937 ومن بلدة اسمها جراف ريني والموجودة بمدينة الكيب تاون بجنوب إفريقيا. بتتولد الطفلة الجميلة سيلفيا جوري رافائيل، اتولدت لأم مسيحية الديانة وكان الأب يهودي ولكنه بيميل للإلحاد. وكانت سيلفيا ليها أخين من الذكور، الأخ الأول اسمه ديفيد رافائيل والتاني اسمه ثيودور رافائيل. كانت سيلفيا عايشة حياتها وطفولتها بشكل هادي وعادي جدا، لحد ما في يوم من الأيام شافت واقعة قدام عينيها، وهي دي اللي كانت السبب اللي غيرت تفكيرها بشكل كامل. في يوم شافت مجموعة من الولاد ماسكين بنت صغيرة وحاطينها على عربية خشب وقاعدين عمالين يجروا ويلفوا بيها ويسقفوا ويغنوا ويقولوا لها هنوديك الهتلر هنوديك الهتلر. وكانت في الوقت ده لأول مرة بتسمع الاسم ده، فخدت بعضها وراحت لوالدها وسألته هم ليه كانوا بيعملوا في البنت كده ومين هتلر ده اللي كانوا بيخوفوها بيه. فبدأ والدها يشرح لها الموضوع وبشكل مبسط حسب سنها وفهمها ان هتلر ده هو السبب في سواد عيشتهم. المشكلة اللي حصلت ان سيلفيا لما شافت المنظر ده قدام عينيها بقت عايشة في حالة خوف ورعب دايما وباستمرار، لا بقت عايزة تخرج من باب البيت ولا عايزة تروح مدرستها، وكل يوم حالتها النفسية بتسوء عن اليوم اللي قبله. والدها لما شاف الوضع بالشكل ده راح جاي واخد البنت ورايح بيها على بلد تانية اسمها بورت إليزابيث، وهناك راح جاي مقدم لها في مدرسة داخلية يهودية للبنات. ومن لحظة ما دخلت المدرسة دي وبدأت شخصيتها الصهيونية تتشكل جواها بشكل تدريجي واحدة واحدة، وسنة ورا سنة وكل ما الوقت يعدي كل ما كان بيزيد جواها الحماس ناحية ما يعرف باسم قيام دولة إسرائيل، لدرجة إنها كانت أجرأ وأول بنت في المنطقة كلها ترفع علم إسرائيل فوق بيتهم، مع العلم إن المنطقة اللي كانت قاعدة فيها كان معروف عنها ومشهورة بأنها معادية للسامية. المهم أنها بعد ما خلصت دراستها في المدرسة التحقت بكلية الفنون بجامعة روديسيا بجنوب إفريقيا، وبعد ما خلصت الجامعة قررت على طول أنها تسافر على أوروبا ومن هناك تبدأ شغلها وحياتها. وبالفعل سافرت على إنجلترا سنة 1959، وهناك كان كل همها وشغلها الشاغل انها تشتغل اي حاجة لها علاقة بالفنون، لحد ما بالفعل اشتغلت كورال في فرقة غنائية، وهم يدوب كام شهر اشتغلتهم مع الفرقة وبعدها ما كملتش. وبعد ما سابت الشغل نزلت تاني برضو قعدت تدور على اي شغلانة في اي مكان لحد ما استقر بها الحال انها تشتغل باريستا، يعني اشتغلت فتاة بار اللي هي الفتيات اللي بيقدموا الخمور والمشروبات في الملاهي الليلية، واستمر بها الحال على كده لحد سنة 1962 وهي وضعها على نفس الحال محلك سر. وكان كل ما تعدي عليها الايام كل ما كان الحلم القديم يرجع يراودها مرة تانية، وهو الحلم للسفر لإسرائيل. ساعتها قررت إنها تسيب أوروبا وترجع مرة تانية على جنوب إفريقيا، وهناك تحاول إنها تقنع والدها ووالدتها بأنهم يهاجروا كلهم على فلسطين المحتلة، ولكن اللي حصل إنها أول ما رجعت تفاجأت بأن والدها ووالدتها رافضين الموضوع ده بشكل تام، فاضطرت وقتها إنها تقبل بالأمر الواقع واستقرت في جنوب إفريقيا. خلال الوقت ده اتعرفت سيلفيا على شاب جنوب إفريقي كان بيشتغل محامي واسمه أفري سايمون. كان الشاب ده يعتبر واحد من أبناء العائلات الثرية جدا جدا، ومع الوقت نشأت ما بينهم علاقة عاطفية، واحدة واحدة بدأ إنه يعرض عليها موضوع الزواج. سيلفيا وافقت على موضوع الزواج ولكن كان ليها شرط واحد فقط، وهو إنه شرط عشان توافق لازم هو كمان يوافق إنه يهاجر معاها على فلسطين المحتلة. وكانت المفاجأة أو الصدمة التانية بالنسبة لها إنه هو كمان رافض موضوع الهجرة بشكل نهائي، وعشان كده قالت لا، هو أنا كل ما أعرض على حد إنه هو يهاجر معايا يرفض؟ راحت جاية واخدة القرار كده من تلقاء نفسها وجهزت ورقها وسافرت فعلا على فلسطين المحتلة سنة 1963، وكان عمرها في الوقت ده يدوب حوالي 26 سنة. لكن المشكلة اللي حصلت انها اول ما وصلت هناك تفاجأت بان كل الاحلام اللي كانت بتحلم بيها على ارض الواقع عبارة عن اوهام. في البداية راحوا جايين مسجلينها في الاوراق على انها متطوعة لخدمة اسرائيل، وراحوا واخدينها وودوها على كيبوتس اسمه جان شاموئيل وسكنوها في غرفة داخل بيت مع مجموعة من المهاجرين، وبعدها راحوا مسلمينها شغل كعاملة في مصنع للتعليم. ساعتها بدأت تحس بخيبة الامل وبقى لسان حالها يقول بقى هي دي اسرائيل؟ هي دي ارض الميعاد وجنة الله في الارض؟ وعشان كده وبعد اقل من شهرين راحت سايبة الكيبوتس واخدة بعضها ورايحة على تل أبيب، وهناك قعدت تدور على شغل مناسب ليها لحد ما فعلا اشتغلت مدرسة لغة إنجليزية في مدرسة ثانوية. كويس؟ كويس، ركز معايا هنا بقى عشان دلوقتي حالا هتعرف اتجندت ازاي. سيلفيا ولما وصلت على تل أبيب وعشان تسكن راحت جاية مستأجرة غرفة جوه شقة. الشقة اللي سكنت فيها دي
كانت شركتها أو البنت اللي ساكنة معاها فيها كانت بنت يهودية اسمها حنة، والبنت دي كانت طالبة في جامعة بار إيلان. البنت بقى اللي اسمها حنة دي كان ليها صديق أو على علاقة بشاب كان اسمه تسيفي ياكو، وكان الشاب ده باستمرار يزورها، إما إنه يروح لها على الجامعة أو إنه بيزورها في البيت. فكان كل مرة يروح لها على السكن بقى كان بيشوف مين أو بيتعرف على مين، على سيلفيا. ومرة ورا مرة وكل ما يتكلم معاها كل ما يلاحظ في كلامها حماسها الزايد ورغبتها الأكيدة في خدمة إسرائيل، وكل كلامها وهي أصلا ما تعرفش حقيقة الشخص اللي بتتكلم معاه. والحقيقة أن تسيفي كان مدرب في مدرسة العمليات الخاصة التابعة للوحدة 188، ودي الوحدة العملياتية المسؤولة عن تدريب العملاء في المناطق الخارجية. المهم أن صاحبنا لما شاف أو فرز شخصية سيلفيا بالشكل ده ما كدبش خبر، راح واخد بعضه ومبلغ الموضوع ده لقائد الوحدة أو قائد المدرسة العملياتية اللي كان فيها، وكان وقتها قائد الوحدة دي اسمه موتيه كيفير، وده كان قائد وحدة العمليات السرية، وهو نفسه اللي أصبح فيما بعد رئيس وحدة عمليات الموساد في أوروبا. المهم إنه سلمه تقرير كامل عنها وتوصية منه بأنها هتكون عنصر نشط جدا جدا لخدمة الموساد. وعدت الأيام على كده لحد ما في يوم من أيام شهر يناير سنة 1964 تفاجأت سيلفيا بأن في حد بيتواصل معاها وعرفها بنفسه ان اسمه جادي، وقال لها انه بيشتغل موظف في جهة حكومية تابعة لوزارة الدفاع، وفهمها انه طالبها عشان شغل معين، وحدد لها مكان المقابلة في مقهى اسمه مقهى هارلي موجود في تل أبيب. وبالفعل في المكان والميعاد المحدد وصلت سيلفيا رافائيل، وكان هناك في استقبالها موتيه كيفير بنفسه، وبشكل مباشر وبدون اي لف ولا دوران، وبعد ما عرفها بشخصيته الحقيقيه قال لها احنا فرع الاستخبارات بالجيش الاسرائيلي، والحقيقه وصلتنا معلومات وتقرير عنك بانك عندك استعداد لخدمه اسرائيل باي شكل وباي وسيله، لسه الاستعداد ده موجود ولا غيرت رايك؟ فردت عليه وقالت له طبعا لسه موجود وعند استعداد ابدا معاكم ومن دلوقتي. قال لها كده نبقى احنا متفقين وحلو قوي، نبدا بقى في شغلنا وتدريباتنا واختباراتنا الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه. وبعدها مباشره اخضعوها لاكتر من اختبار، منها اختبارات نفسيه على اختبارات عصبيه غير اختبارات ضبط النفس وسرعه البديهه وخلافه. وعلى الرغم انها كانت غير مدربه على اي حاجه الا انها اجتازت كل الاختبارات بمنتهى البراعه، لدرجه انه تم قبولها من اول اختبار ومن اول توصيه. بعدها مباشره نقلوها للمرحله اللي بعد كده، ودي مرحله بيطلقوا عليها اسم دوره اعداد محارب الموساد. فنقلوها على واحد من مقرات التدريب، وكان المقر ده عباره عن شقه من الشقق المخصصه للموساد، وكان مكانها في شارع اسمه شارع ديزنجوف بتل ابيب. وفي المقر ده سلموها لضابط من ضباط الموساد كان اسمه عديد أفراهام جيمر، وكان عديد ده يعتبر واحد من أمهر ضباط الموساد في موضوع التدريبات، واللي بدوره دربها على كل حاجة بشكل مكثف جدا جدا. علمها ازاي تقرأ الخرائط، الصور الجوية، ازاي تتصرف في المناطق والأماكن المشبوهة والغير آمنة، علمها طرق التخفي والاختباء والهروب، الكتابة بالحبر السري، تدريبات الذاكرة، المراقبة والتعقب، ازاي تقوم بزرع وتركيب وتفكيك العبوات الناسفة. وبعد ما خلصت تدريباتها راحوا جايين بعتنها في حاجة اسمها المهمات الاختبارية، ودي معناها انهم بيخضعوا العميل بتاعهم لاختبارات ما بعد التدريب عشان يقيسوا مدى كفاءته. المهم ان اول مهمة اختبارية طلبت منها انها تتنكر في شخصية صحفية بريطانية وتعمل لقاء صحفي مع واحدة من اشهر سيدات الاعمال الاسرائيليات وكان اسمها بيبا أدلسون. واختاروا لها الشخصية دي بالذات لأن كان معروف عنها أنها شخصية عنيدة وبتكره أي لقاءات صحفية. الغريب أنها نجحت معاها ومن أول مرة. وبعد ما نجحت في الاختبار ده طلبوا منها أنها هتقوم بمهمة اختبارية تانية، ولكن المرة دي هتبقى في واحدة من أهم وأخطر محطات توليد الكهرباء في تل أبيب، وكانت المحطة دي اسمها محطة ريدينج. في البداية راحوا مسلمينها شحنة متفجرات وهمية وقالوا لها إحنا عايزينك تتسللي لحد ما توصلي للتوربينات المولدة للكهرباء اللي موجودة في النفق اللي تحت المحطة، وأول ما توصلي للتوربينات هتزرعي الشحنة دي هناك، وفي نفس المكان اللي هتزرعي فيه الشحنة هتلاقينا سايبين لك صندوق هناك هتجيبهولنا في إيدك وانت جاية، واعملي حسابك إن اللي هتعمليه ده يتم في منتهى السرية، ونجاحك في الاختبار معناه نجاحك معانا. وبالفعل نجحت في إنها توصل للمحطة وقدرت انها تخترق الانفاق لحد ما وصلت للتوربينات، ونجحت في انها تخترق شبكة الصرف الموجودة تحت المحطة وقدرت فعلا انها توصل لحد التوربين، على الرغم ان درجة الحرارة اللي موجودة
كانت بتتخطى الخمسين درجة، وده طبعا بسبب المية المغلية اللي بتبقى موجودة في التوربينات. واستمرت معاهم في تدريبات واختبارات لمدة سنتين كاملين، وتحديدا لحد نهاية سنة 1965. في الوقت ده تحديدا كان الموساد بيمر بحالة من حالات الارتباك وعدم الانضباط، وتقدر تقول كده ان كانت فضيحته مسمعة في العالم كله. والموضوع ده كان بسبب القبض على الجاسوس إيلي كوهين بعد ما اتقبض عليه في سوريا وتم إعدامه بشكل علني في شهر مايو سنة 1965. وعشان كده وبسبب الفضيحة اللي حصلت دي، قيادات الموساد كانوا عاوزين يزرعوا جاسوس بديل في المنطقة وفي أسرع وقت ممكن، لكن الأهم إنهم يشوفوا الطريقة المناسبة اللي هيغطوه بيها أو يغلفوه بيها بحيث إنه ما يثيرش أي شكوك حواليه. وبدأوا يطرحوا الموضوع أو النقاش ما بينهم عشان يشوفوا مين أنسب حد ممكن يتم زراعته في التوقيت ده. ساعتها واحد من ضباط الموساد كان اسمه مايك هيراري. مايك هيراري ده كان قائد وحدة العمليات الخاصة بالاغتيالات والمعروفة باسم وحدة كيدون. المهم ان مايك هيراري ده اقترح عليهم ان البديل المناسب في التوقيت ده تحديدا هي سيلفيا رافائيل، وقال لهم ان العرب مستحيل يتوقعوا او يتخيلوا ان البديل هتكون بنت وفي وقت قصير بالشكل ده. واقترح عليهم ان انسب غطاء او انسب غلاف ليها انها تدخل باعتبارها مصورة صحفية، وده طبعا عشان تقدر تدخل وتطلع وتلف في اي مكان هي عايزاه بدون ما اي حد يعترضها. لكن اهم حاجة وعشان القلق والتشديد اللي موجود في المنطقة العربية دلوقتي، لازم تكون كل البيانات والاوراق اللي هنديها لها تكون حقيقية وواقعية، بحيث ان اي حد لو سأل عنها او شك فيها او دور وراها يلاقي ان كل حاجة سليمة وموجودة على ارض الواقع. ولان مايك هيراري كان هو صاحب الاقتراح، راحوا جايين مسلمينه ملف العملية وقالوا له من اللحظة دي بقى انت المسؤول عنها ومسؤول عن ملف العملية بالكامل. وبالفعل بدأ مايك هيراري انه يقعد مع سيلفيا رافائيل عشان يفهمها ويدربها على التعامل بالشخصية الجديدة، وراح جاي مسلمها جواز سفر كندي باسم فتاة كندية اسمها باتريشيا روكسبرغ، وقال لها شوفي بقى، اولا كده انا عايزك تنسي تماما ان اسمك سيلفيا رافائيل، من اللحظة دي انت كندية الجنسية واسمك باتريشيا روكسبرغ، وما تقلقيش، الورق سليم، جواز السفر سليم، الشخصية حقيقية والاسم فعلا موجود، لكن الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة هي البنت صاحبة الاسم، يعني تقدري تعتبريها كده انها اختفت من الوجود وانت اللي هتحل محلها. ومن النهاردة انت بتشتغلي مصورة صحفية، وهندربك على الموضوع ده على ايد اشهر مصور صحفي في اسرائيل كلها، وهو بول جولدمان. وعلى فكرة المصور ده هو نفسه اللي التقط اشهر صورة لرئيس الوزراء الاسرائيلي ديفيد بن غوريون، التقطها ليه وهو موجود على البحر بالمنظر العجيب اللي حضرتك شايفه قدامك. ونفس المنظر العجيب ده اصبح ايقونة فيما بعد وتعمل له تمثال موجود في وسط تل ابيب. المهم وزي ما قلت لحضرتك انهم كانوا عاوزين يوجدوا لها تغليف او كيان على ارض الواقع، ولانها هتبدا تتعامل كصحفيه كنديه يبقى اذا لازم يكون ليها وجود في كندا. وعشان كده طلبوا منها في البدايه انها تسافر من تل ابيب على فانكوفر بكندا، وده طبعا بجواز السفر الكندي اللي موجود معاها. ولان سيلفيا كانت فتاه جميله وجذابه ولبقه جدا في الكلام، فكان الموضوع سهل عليها انها تقدر تعمل علاقات اجتماعيه في اسرع وقت ممكن. واستمر وجودها في كندا لمده 6 شهور. بعدها طلبوا منها انها تسافر من كندا على باريس في فرنسا، وهناك واول ما وصلت على باريس كان الموساد مجهز لها الوظيفة اللي هتقدر تاخدها كغطاء ليها بصفة مستمرة، وهي انها تشتغل مصورة صحفية في وكالة اسمها وكالة لوي دلماس. وكانت الوكالة دي في التوقيت ده تعتبر من اشهر الوكالات الصحفية الموجودة في فرنسا، وهي نفسها اللي كانت صاحبة اشهر صورة للرئيس الفرنسي جاك شيراك. الصورة بتاعته اللي حضرتك شايفها قدامك دلوقتي وهو بيقفز من فوق جهاز مرور المترو اللي موجود في مترو باريس. ومن لحظة ما بدأت شغلها في الوكالة، وكانت هي نفسها اللحظة اللي انطلقت فيها لتنفيذ عمليات الموساد، كانت أول مهمة أو أول عملية تطلب منها إنها تسافر للأردن وتدخل هناك باعتبارها مصورة صحفية زيها زي أي حد. لكن العملية السرية أو العملية المبطنة داخل زيارتها هو إنها تصور المخيمات الفلسطينية تحديدا، تصور هل في خلافات ما بينهم ولا لا، في خلافات ما بينهم وبين الأردنيين نفسهم ولا لا. وفعلا سافرت على الأردن ودخلت المملكة بشكل رسمي وعادي جدا، وكل مكان تروحه طبعا الكاميرا بتاعتها في إيديها وعاملة اللازم وزيادة. وبعد ما خلصت مهمتها خدت بعضها ورجعت على باريس مرة تانية، واستمرت على الحال ده في تنفيذ العمليات من 1966 لحد سنة 1972. خلال الفترة دي نجحت في انها تخترق اكتر من دولة عربية، كان منهم سوريا وليبيا والعراق والقاهرة.
ولكن تفصيلات العمليات اللي قامت بيها في الدول دي ما زالت سرية لحد النهاردة. المهم إنها استمرت في تنفيذ عملياتها لحد ما وصلنا اليوم 5 سبتمبر سنة 1972، اليوم اللي حصلت فيه الأحداث المعروفة باسم أحداث ميونخ. اللي حصل اليوم ده إن مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين التابعين لمنظمة اسمها أيلول الأسود نجحوا في إنهم يتسللوا داخل القرية الأولمبية في ألمانيا، وقدروا انهم يخطفوا 11 لاعب اسرائيلي. المهم عشان ما اطولش عليك، العمليه مشيت في مسار غير المخطط ليه، وكانت النتيجه ان ال11 لاعب اسرائيلي تم قتلهم، ده بالاضافه لاستشهاد 4 من الفدائيين الفلسطينيين، وتم القبض على 3 منهم. طبعا بعد اللي حصل الاسرائيليين ما سكتوش، قعدوا يحفروا ويدوروا لحد ما عرفوا اسماء القاده المخططين لتنفيذ العمليه. ومش كده وبس، قالك احنا مش بس هنصفي اللي نفذ او اللي خطط للعملية، ده احنا كمان هنصفي اي حد له علاقة بالمنظمة. واطلقوا على العملية دي بالكامل عملية غضب الرب، وراحوا جايين مسلمين ملف العملية لثلاث ضباط اسرائيليين، واحد اسمه مايك هيراري، والتاني ديفيد العازر، والتالتة كانت الحية الرقطاء عيليزا ماجن. وان شاء الله عليزا دي بقى ليها حلقة تانية خاصة بيها لوحدها. وطبعا كل ضابط منهم هيشتغل بمجموعته على عدد معين من الاهداف. المهم ان في يوم من الايام كانت سيلفيا رافائيل بتصور حفلة غنائية كان بيغني فيها المغني الفرنسي ايف بونيتا. اول ما خلصت الحفلة خدت بعضها ورجعت على البيت، يدوب وصلت بصت لقيت جرس التليفون بيرن، واول ما رفعت السماعة لقيت اللي موجود على الخط التاني بلغها رسالة مشفرة مضمونها بأنها لازم تركب القطار الليل حالا والصبح تكون موجودة في روما. وفعلا أول ما وصلتها الرسالة راحت واخدة بعضها ورايحة على محطة قطار باريس، وركبت من هناك ووصلت محطة روما. وأول ما وصلت على محطة روما كان في انتظارها واحد من عناصر الموساد، وكان عنصر الموساد ده اسمه داني شيرت. أول ما وصلت راح جاي واخدها، وفضلوا ماشيين لحد ما وصل بيها عند السفارة الليبية اللي موجودة في روما. وأول ما وصلوا قدام السفارة الليبية قال لها ان الهدف المقصود موجود جوه السفارة، واسمه وائل عادل زعيتر، وقال لها ان الراجل ده وظاهريا كده بيشتغل مترجم فوري داخل السفارة الليبية، لكن في حقيقة الامر هو يعتبر اخطر وابرز قيادات منظمة ايلول الاسود. وفعلا ولمدة شهر كامل وهم مراقبين وائل زعيتر، كانوا مراقبينه ومراقبين تحركاته وعدين عليه انفاسه بالدقيقة والثانية، لحد ما فعلا جه ميعاد التنفيذ يوم 16 أكتوبر سنة 1972. اليوم ده وائل زعيتر خرج من السفارة الليبية وراجع على بيته. قبل ما يدخل البيت راح جاي معدى على محل مجاور لسكنه عشان يشتري منه بعض المتطلبات اللي محتاجها البيت. دخل المحل وبعد ما خرج كان في ايده الحاجات اللي اشتراها، وفي ايده التانية كتاب ألف ليلة وليلة اللي كان شغال عليه وبيترجمه للغة الإيطالية. وفي تمام الساعة 10:30 مساء ويدوب أول ما دخل من باب العمارة، وقبل ما يحط ايده على زر الأسانسير بص لقى اللي طالعين من تحت السلم واطلقوا عليه 12 رصاصة. وقبل ما تعدي ساعة على الحادثة كانت سيلفيا راكبة القطار الليلي وراجعة مرة تانية على باريس، ولا من شاف ولا من دري. بعد اقل من شهرين وتحديدا في شهر ديسمبر سنة 1972 وصلها تعليمات جديدة باستهداف الباحث والمفكر الدكتور محمود الهمشري. وكان الدكتور محمود عايش في باريس في التوقيت ده، وكان بيشغل منصب الممثل الرسمي لمنظمة التحرير في فرنسا، وكان مخطط الموساد لاستهدافه انهم عايزين يغتالوه بعبوة متفجرة ويتم زراعتها جوه بيته، لان الدكتور الهمشري وبعد اللي حصل لوائل زعيتر كان بيحاول انه يحتاط او يحترس قدر الامكان، وخاصة انه كان عارف وواثق ومتأكد انه واحد من المستهدفين واللي على رأس قائمة الاغتيالات. والاكتر من كده انه ما كانش عايش في البيت لوحده، كانت معاه زوجته الفرنسية السيدة ماري كلود، وكانت معاه بنته الوحيدة واللي كان عمرها لا يتعدى 8 سنوات. المهم ان سيلفيا وهي بتراقبه لاحظت ان زوجته وبنته بيخرجوا تقريبا بشكل يومي بعد الساعة 8 صباحا. اما بالنسبة للدكتور محمود الهمشري فكان بيتعمد ان خروجه من البيت يكون بشكل غير منتظم وكمان مواعيده غير محددة، فكانت خطتهم انه يتم استدراجه بره البيت باي وسيلة بحيث ان البيت يبقى فاضي لمدة ساعة على الاقل. وهنا كان دور سيلفيا رافائيل. يوم 7 ديسمبر سنة 1972 اتصلت على مكتب الدكتور محمود الهمشري، عرفته بنفسها ان اسمها باتريشيا روكسبرغ، وقالت له انها بتشتغل مصورة صحفية في وكالة لوي دالماس، وقالت له انها عايزة تعمل معاه لقاء صحفي عشان تبرز من خلال اللقاء ده مواقفه السياسية الأخيرة. الدكتور محمود حاول ان هو يعتذر عن اللقاء ده بكل الطرق الممكنة، لكن سيلفيا أصرت وتوسلت وترجت الدكتور محمود انه يستجيب لطلبها. المهم ان بعد ضغوطات وتوسلات كتير منها
وافق الدكتور محمود الهمشري انه يقابلها في نفس اليوم، وكانت المقابلة في مقهى هو اللي حدده بنفسه في شارع الإليزي. وفعلا بعد ساعة من المكالمة وفي المكان والميعاد المحدد اتقابلوا هما الاتنين. في نفس الوقت وعلى الجانب الاخر جوه شقته كان في اتنين من فرقة الاغتيالات نجحوا في انهم يخترقوا شقته او يتسللوا داخل الشقة، وقدروا انهم يزرعوا العبوة المتفجرة اسفل مكتبه بحيث انه يتم التحكم فيها عن بعد. وتاني يوم مباشرة 8 ديسمبر سنة 1972 الساعة 8 صباحا خرجت زوجته وبنته كالعادة من البيت، وبعدها بنص ساعة وتحديدا الساعة 38 دقيقة وصلت سيارة ووقفت قدام بيته على بعد حوالي 300 متر. نزلت سيلفيا من السيارة وراحت على مقهى موجود جنب البيت عشان تعمل منه مكالمة تليفونية وتتأكد ان الدكتور محمود موجود على مكتبه وجوه بيته. وفي تمام الساعة 8:45 دقيقة رن جرس التليفون في مكتب الدكتور محمود الهمشري. بمجرد ما رفع سماعة التليفون وتأكدت ان هو اللي موجود على مكتبه بدأت انها تدي الاشارة للفريق اللي موجود في السيارة، وكانت الاشارة المتفق عليها انها ترفع ايديها. بمجرد ما رفعت ايديها وبعدها بثواني انفجرت العبوة انفجار شديد جدا، وكانت النتيجة ان الدكتور محمود اتصاب اصابات في منتهى الخطورة. بعدها تم نقله على المستشفى واستمر وجوده في المستشفى لمدة اسبوعين كاملين، لكن طبعا كل المحاولات بقت بالفشل، وكانت ارادة ربنا سبحانه وتعالى فوق الجميع، وفاضت بعدها الروح لبارئها. وبعد ما سيلفيا انتهت من عملية الدكتور محمود الهمشري اشتركت في عملية تانية، ولكن المرة دي كانت العملية فاشلة، وكان الهدف منها استهداف سعيد السبع او المعروف باسم ابو باسم، الى ان استقر بها الحال في العملية اللي قضت بيها على مستقبلها المخابراتي كله. ومش كده وبس، ده كمان تسببت فيها بفضيحة للموساد الاسرائيلي واللي ما زالت مدوية ومسمعة معاها لحد النهاردة، وهي العملية المعروفة باسم قضية ليالمر او عملية احمد بوشيقي، واللي حصلت يوم 21 يوليو سنة 1973. العملية دي كان الهدف منها في الاساس استهداف وتصفية الشهيد علي حسن سلامة والمعروف باسم الامير الاحمر. في الوقت ده وصلت معلومات للموساد، وكانت المعلومات دي بتقول ان علي حسن سلامة موجود في احد الفنادق بدولة النرويج، وكانت سيلفيا رافائيل واحدة من ضمن الفريق اللي بعتوهم على النرويج عشان يستهدفوا ويصفوا حسن سلامة، وكانت هي المكلفة بمراقبة الشخص اللي وردت عنه المعلومات. المهم ان سيلفيا وبعد ما راقبت الشخص المكلفة بمراقبته راحت جاية بعت تقرير للموساد وقالت فيه ان الشخص اللي انا براقبه ده كل الدلائل والعلامات اللي حواليه بتقول ان مش هو ده علي حسن سلامة، ولكن بسبب غبائهم المعهود اصروا على انه يتم تنفيذ عملية الاغتيال ضد الشخص اللي طلبوا مراقبته. وللأسف الشديد كانت النتيجة انهم اغتالوا مواطن مسالم بريء ملوش اي علاقة باي شيء، وكان المواطن ده مغربي الجنسية واسمه احمد بوشيقي، كان موجود في التوقيت ده مع زوجته واطلقوا عليه قدام عينيها 14 رصاصة. وبعد الحادثة مباشرة اتحركت الشرطة النرويجية في منتهى السرعة ونجحوا في انهم يقبضوا على عناصر الموساد الستة ومنهم سيلفيا رافائيل، وبعدها تم احالتهم للمحاكمة واتحكم عليهم كلهم باحكام بتتراوح من 6 شهور لحد 5 سنين. اما بالنسبة لسيلفيا رافائيل فاتحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات. سيلفيا رافائيل وخلال فترة محاكمتها وسجنها بعد كده نشأت علاقة عاطفية ما بينها وما بين المحامي النرويجي اللي سبق وتولى الدفاع عنها، وكان المحامي ده اسمه أنيوس شيجوديت. استمرت العلاقة العاطفية دي ما بينهم طول فترة وجودها في السجن، وبالمناسبة هي استمر وجودها في السجن لمدة 15 شهر فقط لا غير. في الفترة دي كان المحامي بتاعها قدم التماس ليها عشان يتم العفو عنها بحاجة اسمها العفو عن الأجانب أو العفو عن السجناء الأجانب، وده بحجة أو ادعاء إن المواطن اللي تم إطلاق الرصاص عليه هو مواطن أجنبي وليس نرويجي. المهم إنها بعد ما عدت الـ 15 شهر أو بعد ما خرجت من السجن تم الزواج ما بينهم، ومن اللحظة اللي خرجت فيها من السجن وتزوجت المحامي بتاعها وهي أخذت القرار ما تشتغلش مع الموساد الإسرائيلي ولا مع أي جهاز أمن تاني، وبقت كل حياتها أو مهنتها هي التصوير فقط لغير. بعدها حاول زوجها أنه يستصدر ليها إقامة شرعية داخل النرويج، ولكن كل محاولاته بقت بالفشل، لأن حسب القانون النرويجي أن اللي زيها أو اللي محكوم عليه بحكم جنائي وخاصة لو أجنبي أنه لازم يتم استبعاده من البلاد نهائيا. عشان كده اضطر زوجها أنه هو كمان يسيب النرويج وسافر معاها أو سافروا هما الاثنين على فلسطين المحتلة، واستقروا وعاشوا حياتهم في تل أبيب لحد سنة 1992. بعدها قرروا هما الاثنين إنهم يسيبوا تل أبيب وسافروا وكملوا حياتهم هما الاثنين في كيب تاون بجنوب أفريقيا، وفعلا عاشوا وكملوا حياتهم في جنوب أفريقيا
لحد ما ماتت بمرض سرطان الدم يوم 9 فبراير سنة 2005، وكانت إحدى وصاياها لزوجها إنها أول ما تموت يتم حرق جثمانها، وبعد كده يتم نثر رمادها في الكيبوتس اللي عاشت فيه أول ما وصلت لفلسطين المحتلة. والحقيقة إن زوجها كان راجل أصيل وعمل بالوصية. أول ما ماتت وبعد ما ولع فيها راح جاي واخد الرماد وطالع مرة تانية على فلسطين المحتلة ورمى الرماد بتاعها في المكان اللي هي قالت عليه. وعايز أقول لحضرتك إن قصة أو ملف سيلفيا رافائيل اتعمل عنه فيلم سينمائي، الفيلم ده تم إنتاجه عنها سنة 2016 على إيد المخرج الجنوب إفريقي ساكسون لوجان، واتعمل عنها كتاب سنة 2014، الكتاب ده بعنوان حياة وموت جاسوس الموساد، ولكن الكتاب اتعرض لهجوم وانتقاد شديد جدا من داخل إسرائيل نفسها، خاصة وحسب وصف النقاد إن فيه أحداث تجميلية وبطولات مزيفة. أما بخصوص الموساد، عمل باسمها ساحة موجودة في فلسطين اسمها ساحة سيلفيا رافائيل في مكان اسمه مجدال. عايز اقول لحضرتك ان خلال شهر مارس اللي فات ده تم الافراج عن بعض الصور اللي سبق والتقطتها سيلفيا رافائيل في بعض الدول العربية، منها صور تم التقطها في سوريا ومنها في اليمن ومنها في ليبيا ومنها داخل القاهرة. الصور دي اتعرضت في معرض او في متحف اسمه معرض بن غوريون موجود في تل ابيب. وفي نهاية الحلقة يا رب اكون قدرت اوصل لحضرتك المعلومة بشكل جيد. في النهاية ندعو الله سبحانه وتعالى واقفين على اعتاب بابه الكريم رافعين اكف الدعاء ان ينصرنا النصر المبين، ويا رب ينصر شعب فلسطين، وعاشت الامة وعاش الشعب المصري العظيم، وشوف وشكم على خير، والى اللقاء، سلام عليكم.